يهديك نقص شويه، راه البراجه وا قدامنا. الله اعلم الا مرادك اليوم تاني تجيب لينا شي بروسي. ما تخافيش يا لاله، خوك نقي وساكن في الفوقي وتيحب بالسلامه. تاش بالسلامه، ترى حنا مقحطين عباد الله وبيتين خدامين والبويا مقصين. ما يخليها قصاره، الله يخليها زره. اشوف اسيدي، الواحد راه تيخدم بدرهم وتيتحاسب مع اللي قال. اروي معاه، شتي انت حياتك كلها كحلة زحلة، وما كيجيب غير الخدمة المكفصة المطلصة وجه الخسارة. وانتوما عباد الله ماشي خسارة ومع من بعدا، يا كان عم قيلات ديال الدوار. اسكت اسكت وكنت حشم، وانت فيك غير تحنزز وتبنزيز. خسارة والخسارة خاوية والغرامة خارفة. الخسارة بالاخير كيف تطيوها بمقارعة؟ شتيها شتي انتوما الجماعة، إلا طفرتو زيدوا ليا طقم أخرى هنا سليفي. شتي هاد الموتيف اللي عندكم؟ إلا مشى حتى مات كلكم غادي تصبحوا غدا إن شاء الله في سويسرا. واش شويخ؟ تشهد سويسرا عاوتاني؟ سويسرا هي الحبس. ها سالوا المجرب، سالوا المجرب. غادي سالت فين؟ زيد بعدا عاون عمارة. أنا ما قاد على تقل وفي الوقت على اللحم وزيدون صبعي فيه مسمار الكيف. إلا عندكم مسمار الكيف تبيعوا في كولومبيا باش ضربها بشي ترفيحة. زيد زيد تفضل السي مشعل. ايه والخير اودي ما شتي والو، قضيه خرفت بصح ليت. وداكشي علاش جيت عندك؟ واش عيب الله الوطن تدخل يكونوا معامرين وانتم هذا العام طايح عليكم الحكره؟ وراه هادشي اللي بغيتي تفهم ليا وما عرفتش علاش. واه الجوق ديال المصريين، ها الراقصه الشرقيه، وهاديك اللي انا شبهها باغيه الهيوط الشعبيه الوطن راه كترى. واش عيب الله انتم جايبين لي هاد الهيوط حتى مات لكم معاهم الحوت؟ ايوا خويا تينا بشي ربعه ديال الشيخات وتكون عاطيه العين ويجيبوا الغاشي هو ماشي ويطيحوا الغرامه بالمزيان، اي طيحوا الزرزور فوق السور. هاي يلا طلقنا. على تيكا شويه ياك. حاجة تيكا. اش داكشي؟ شتي هاد بنت الناس هادي مالها؟ الا ما تصابتش عسريه انا غادي نعلمها كيفاش تكر في الميزان ونبداو نخرجوها معانا للعراسات. اه باش تبدا تطيح لينا الغرامه صوبه. وسير هو فين تنعس؟ شتك من نهار تخطر معانا الزايد في الدار ما باقي بغا يجيك نعاس. لا
حتى يكلا تنويهاش هكا، راه قلنا زعما حنا دايرين حسنه ولكن خفنا هاد الحسنه هذا ترجع لنا بو مزوي. والله زويك اكثر ما انت مزوي. ودي دخلي سوق راسك. ويلي وحدي دخلي سوق راسك، ولكن شي واحد خاصو يدخل سوق راسو راه هو انت. يقلي النفس يا برك قلب. وهو بلا جم وحنا مالنا يا ويلي، ولا حنا مالنا. اسمع حاجه تايكا، اسمح حاجه تايكا، دخلي سوق راسك الله يرحم والديك وشدي حدودك ولا راني نكسبك. ايوا احترمي تحترمي. هو شويه شتك اخويا ما بقيت تهد ولا تتقد. ها والله الا راك خسرتي، اتلفتي وخسرتي. معلوم انا ما تجمع عندنا ولينا فين كنمشيو كنخليو حشمه. روينا لا غنم قود لا ميزان مكروف، ها لا جره زينه. اها الجره انت قلتيها، شكون اللي كيجر؟ انا. ايوا سير تحشم. راه توما لي فوسنوت، توما لي فوسين. يا الهضره معاك جارتي والنعنع عليك خالتي، فهمتي؟ ولكن هادي راه قالت شي خاصنكا. تيخلي الراجل يخوي قلبو، راه قلبو عامر شيتانه، راه قلبي عامر، راه ما كنبغيش ندوي. ادوي ادوي يا سيدي، نشوفوا هاد القلب العامر اش فيه. وراش لا ما يتقال، ها خلي داك الجمل راقد راقد، انفيقوه يوقف على رجليه قالك يبقى راقد. رابحه تبدل ساعه اخرى. اشنو لا عندك صح، قال الدعباجي واكوك. منا اش كاين الحاجه؟ كاين شي مال قديو؟ عمرك طويل. اش كاين ولد بوجيخ؟ لا لقيتيني كنهضر انا وتايكه. قلت لها عماره جاي مع الدرب وداخل الدرب وما خفاكش البرقاقه ديال الدرب. قلت انا ربما يتسوق شي خبر ديال هذا الموتيف اللي عندنا. هذيك خليها عليك في الثقه والخبره المتواضعه اللي عطاني الله. علمني قلبي بلي هادو جه الربح غادي يجيب الله معاه التيسير، يخليو هاد الحسن يقبلها سيدي ربي. سمعتي ولد بو جيخ؟ داركم هادي ما تخافيش، انت في داركم عند خوت. خوت سعدنا وعليا، ما تخافيش. سميتك سميتي عيشة. ما بانوش كتب دعوي البلا بحال شفتو مع فهاد الصباح شويخ ولا تعرجي والربعه كامله يمكن لك كانوا خدامين فشي دوار. واحد الدريه هز عماره حال فوتات في العرس. شوف ما شفتيهم ما تقولش راني سولت عليهم، والنساء اللي تشوفهم بيبي عليا. ياك ما باغي يمشي همزه كبيره شعيبه ولا كان شي همزه مزنا معاك. الا بغيت قعد لهم الرقب وقيلا غادي ندبرهم نخدمهم مداومه بالحق. لا تقولهاش لهم لا يمشيو يتعفروا عليا ويطلعوا للجبل. لا مساكن ما يطلبوا ثمن ما يتشرطوا على الكليان. ايوا شوفها انا وصيتك الخلا سوق لي اخبارهم وشوف لي هذيك الدريه كيف اللي جاوا، واش معلمه ولا غير متعلمه؟ الدريه عاطيه على العين واخا ما تكونش معلمه اطيح الغرامه. شتي انت بدات تدخلك الفهامه، راه شيخه تايكا هي المعلمه اما الاخرى هذه الزقير. لا حباب ولا صحاب، مبقاش في هاد الدنيا اللي تعول عليه. وانا عز حبابي هو سببي في هاد الشي اللي جرى لي. نعطيك العهد يا ولد عمي ما ياخذني حد غيرك،
عايشة عايشة رحت أنا كرهتك العهد، ولكن أنا خصني نمشي للمدينة باش نخدم ونضرب تمارة ونتكرفص ونجمع الفلوس باش نديرو العرس وتمشي تعيشي أنا وياك في المدينة. أنا كون جات عليا ما تمشيش لهاد المدينة كاع، أش بغي يعطيوك تما عمر؟ عمرك عارف راسك بقيتي عندي غير نتايا ودادا يامنا ملي ماتو والدي. عافاك عمر عافاك، لا تمشيش انت عمر لا تمشيش. حتى انا راه ما كرهتش نكون حداك، ولكن اش غادي ندير بالديبلوم في الدوار؟ حتى الكتاف اللي عندي ما بقاوش قادرين لا على حرت لا على حصاد لا على دراس، راه الحماق هذا. شوف كون قنعنا غير باللي عندنا راه ما يخصنا حتى خير. الله يهديك الله يهديك، انا راه عيني كبيره بغيت نكون لاباس عليا. وزيدون انا ما بغيتش نتكرفس عليك، تهلاي في راسك تهلاي في دادا يامنا، انا غير نوصل للمدينه ونستقر وغنصيفطك لادريس ديالي. داز العام ولا خبر على عمر، وحتى المراه اللي ربتني انا وياها فاش كنا صغار ملي ماتوا والدينا في الحمله ماتت مسكينه وحدانية. إيوا فاش جاو الورطة باش يقسموا التركة خممت نجي للمدينة ونقلب عليه. إيوا انتي انتي ما خفتيش؟ ها ما خفتيش اللي جاي للمدينة تقلبي عليه؟ ما عندك لا دريسة ديالو ولا عارفه فين خدام. فاش كان يلاه جا للمدينة صيفط ليا بريا فيها لا دريسة ديال السيد اللي خدام عنده، هي اللي وصلتني ليه. اش بان لك اخوتي ظاهره في هادشي اللي قلت لك؟ واش نقول لك الهبيله؟ رزقك جا حتى لعندك وضيعتي بين يديك. يا اخوتي اش غندير يا اخوتي؟ دا هو مكتبي مكتبك سعفاء اللي هو يعويش الحمقه. ومالكي ياك شيخ القبيله عطف عليك وبغى يجوجك الا مخير في ولاده، وانتي تابعه ليا داك فريفره ديال عويمير. يا هو زادو خلاك شدي البرد دابا. يا ويلي على ما قلتش ليك، راه صيفط ليا بريا وفيها الادريسه ديالو، يا غير انا ما فيا فايده وبقيت حاصله هنا في الدوار. بريا سليلة وهاد البرية قريتيها بعدا؟ قريتها يا لالة تما في السوق وشاركتها باش حتى حد ما يسق ليا اخبار. ايه مقضى ما عندي ما نتسالك، وهاد الادريسة ميقنة منها ميقنة. وشتي انا عاسيرة نشطح الشعمة، اما انتي اللي فراسك فراسك. وشوف انا ما نزيدك على الخير، سير الله يسهل عليك. يا ربي امين. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام. ياك هذا هو المحل ديال سي الحسن امير؟ هو هذا. لالا اش حب الخاطر؟ لالا غير بغيت نسول على واحد السيد هنا خدام معاكم سميتو عمر. ما بقاش خدام هنا. ويلي وفين ولا خدام؟ والنهار اللي تزوج بنت سي الحسن مول هذا المحل نعم عليه الله ولا لاباس عليه. واقيلا الشريف ما عرفتيش على من كنسول، راك غلط. على السي عمر. عمر المعطاوي. ويلي الله ينعل الشيطان، هو هذاك. واش اخويا متاكد باللي تزوج؟ ايه تزوج ببنت مول شي ولا لاباس عليه. واش ممكن تعطيني الادريسه ديالو؟ لا لا اسمحي لي. ما تخافش انا راني بنت عمو وجايه مسخسخه من البلاد، بغيت غير نشوف وما جايبه ليه غير خبر الخير، وبغيت نبارك ليه نيت. ايوا لالا ملي بنت عمو غادي نعطيك العنوان. عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. اش حاب خاطر؟ غير ملي شفتك تعطلتي عليا جيت نسول فيك. ملي جاتك الادريسة؟ اللي بفمو ما يتلفش. امتى جيتي؟ واش غنبقاو هكا نهضروا في الزنقة؟ هادي راه بلاصة ديال الخدمة ماشي ديال الهضرة خاوية. الهضرة الخاوية؟
ما كانش يسحب لي غتبدل عليا حتى لهاد الدرجه. سربي سربي دغيا، انا راه مزروب ما عنديش الوقت. ضربت هاد المسافه كلها باش نقول لك مباركم سعود، غير هو ولد الناس اللي كنتي ناوي تدخل العهد. قولها لي باش ما نبقاش نتسنى فيك. عرفتي عائشه راه غير هو شنو باغي تقول؟ تمعطعوني ياك، هادشي اللي خاصك تقول. انا راه ما عندي ما ندير لك دابا، وما يمكنش نتزوج بك. علاش انت راك كبرتي معايا؟ راه كنحس بك انا بحال اختي. بحال اختك؟ ويلي يا ويلي، علاش هادشي ما قلتيش لي نهار الاول؟ علاش علاش؟ ولا حتى عقتي بعيبك وضحكتي عليا؟ عاد فقتي بعيبك؟ ويلي 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 يا سيدي، يا ربي شويتي يا سيدي. المهم اللي فات مات، حتى انا ما يمكنش نفرط فيك. غادي نهضر مع المدام تولي خدام عندها، ولكن بشرط ما تقولي لها حتى شي حاجه. سمعتي؟ هذه هي النزيلة من الأول حتى الأخر. إوا دابا ملي تولي شوية لاباس، شنو هي ديرة بنت الناس؟ والله ما عرفتش اش غندير. اه صاف عمرك يا ولي، ودخل سوق راسك يعطيك. اجي 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 اختي. اش ما ديريش واحد القاضي؟ اييه علاش ما تجلسيش معايا؟ فوق مجبر ان شاء الله. لا بغيت نقول لا 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 زاهي، بغيت نقول زعما تجلس معانا هنا ما خصها خير. خو سوق راسك وسكت. شوفوا انا اعتبريني خوك، وفين ما كانت يد يكونوا عشرة. ولا اش دار لك الحجه؟ اه على قبله جايه. وعلى قبله جايه. اه هو الكفر واه الحبيبه واه، ومالي يا مالي روح حيدا مشيت يا العدو. انا يا مالي ولا مشيت الله يحرض لك خيره. واش نقول لك اختي عمر؟ بحال هاد الكلام ما تحاولش تدو مع شي واحد اخر مازال. لا توصل الخبر مولا الدار وما خفاك يا بنت موشي، وتولى الزهبي مفرط في كل شيء. سي سعيد، بصراحة أنا اللي خرجت على عائشة كانت مسكينة نية ودرت فيها تيقتها، ودابا عاد سرات معاك الفهمة ورجعت عليك الندامة. إيوا هادشي اللي عطى الله. واسمح لي راك غتكفي رزقك بيدك مسكين. هاي 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 اخبرات. سي مشعل ريح شرب معنا شي كاس ديال القهوه اليوم على حسابي. عندك باش تخلصها زعما؟ يا ودي اجلس سيدي مول الخير. جلس 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 معنا جلس. ها هو سيدي اجلس. وي يا سي مشعل
ما تليتي جيتي من جهتنا، ما تليتي تقلب علينا، ما قلتي لا حفيلة ولا اختينا ولا عريس. ايه واش غادي نقول لك؟ الرباع عندكم ولات ناقصة، الدراري كاع مشاو، وليتو هاكا تخربوا. كيبان لك السي شعيب؟ وانا ما عندي غادي شاب. شوف السي شعيب، انا القضية راها واقفة والموس راه الحق العظم. قول لي بعدا، اش قول لك الدري اللي ولات عندكم هاد الايامات في الدار؟ دريا؟ لا كشي الحاجة تيكا، الحاجة تيكا جابتها باش تعود معنا في الرباعة. يا سيدي لك أنا هكاك الليلة أنا عندكم نشوف لعبها مع الرباعة كيدير، وإلا عجبتني هذيك الساعة كلام آخر. حاجة تايكا؟ مزيان تبارك الله، هادشي مزيان ياك؟ شعيبة ولد الحفيان قال لك بغا يشوف اللعب ديال الدرية. هادشي اللي بقى لك التايكا ياك؟ هي دابا أنا ولات عندي ضل خسارة. تساهل زعما أنا بقيتو فيا زعما وغزيتو فيا حيت مشيت قلبت لكم على خدمة معتبرة. باز باز سيدي، وباقي عندك لوجو باش تهضر. إوا ها هي فيك الشويخ حتى نرجع ليك يغزيو فيك إن شاء الله. شويخ كي دار تيكا تساقط الأخبار؟ وكي دار تعرف هاد الأخبار؟ تيني فول حاجة تيكا قالت لك ديرها ما كاين ما عدا ليها من دخول الخروج عندها في الدار. ياك ايوا السيك راني دبرت لكم على واحد الهميزة إلا سمعتها الحاجة تيكا والله لداها النعاس هاد الليلة. ياك اخبار الخير اخويا. اي اخبار الخير، ولكن هاد البرات السمسيرة ديالي غاية شوية. يا سيدي طلبت السيف ورجعك فينا ما يخيب. شوف سيف شعيب انت عا أمر ما حد الدنيا باقا تدوب الفي وباقا ما تلحسوش لها البنوات. زاهية؟ نعم؟ كي جاتك ديك التبزنيسة ديال الخدمة من التليفون؟ وصلتني. شويخ؟ والغضر بعينيه هذا؟ حيت انا ما عنديش بورطابل. تبارك الله عليك يقدم الربح يا وجه الخير. يا ودي ما عرفنا الربح منين جا، يمكن جا معاك انت نيت رابحه. سميتي رابحه؟ ايه قلت لك اسمها رابحه وهي ديما خاسره. ويلي يا شويخ اش هاد الهضره، دابا تبعد لنا الصداع وحنا بحرام فرحتنا. ايه حكا شويه ونسى. السيد اللي بغى يخدمنا قال لينا خصكم كلكم توجدوا تصاوركم. سيري سيري سيري، واجيبوا لي اخوي مصطفى عليا. وراني مريضة وعدوا يطابوا عليا. عرفت غني النشاط النشاط النشاط. هو صح يا بون جديد حفلت عليك ولكن كيف عليك هلا هلا زيدي هلا هلا كي جيتك؟ ما عندي ما تسالك الله يحفظك. غير هو السهرة الأولى راه غادي يخدموا واحد ربع أخرى. ما كاين مشكل ما كاين مشكل. هاك هادو الكونترات الليلة باتوا عند مقاليزين. الليلة باتوا عندك ناضيين ناضيين. اللي بغيت نقول لك هو العرب
هادي ديالك وهذا التصفيق ديالو. ماشي نفسر معايا هذا ها الكونت هذا هادي راه مزه كبيره وخبيزه دائمه، ولكن عندي واحد الشرط، ما حد مازال ما درنا في المقله ما يتقرا. وشنو هو الشرط مولاي المقله؟ شحال كتاخذ في حقك عمار؟ تناخذ غير نص عود. اش لا عندك السي شعيب كياخذ عود بحالو بحالنا. مزيان، اذا تياخذ عود بحالكم بحالنا. ايه كشنو هي هاشمي؟ اشوف السي داكشي ديالنا وبيناتنا. قالتها الحاجه تيكا هذه الخبزه ديال السيد عبد الرحمن، كل تياخذ نصيبو على حسب جهدو. ايوا سيدي حسبوني انا واحد منكم. اه عودي بالعواد في الغرامه وفي الخلاص. وعلاش اخويا؟ ها الغربون متفقين اخويا. شرار اش متفقين؟ خوكم عزيز علي النقا واللي مديبات مع الفرقه تبعوني. سيبوزيد مرحبا نامس. ايش كدير؟ بس تفضل تفضل. بسم الله. رجيتي في وقتك كيف ديما. ايش هادشي شي نمره جديده دخلت البلاد ولا؟ هادي سيبوزيد واحد النميره غريبه جامعه جديد والبال. مزيان 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 مزيان. وانا كنظن سيبوزيد 100% غادي تجيب لينا الكليان. وهذوك الكليان انا واحد منهم، وراه دابا عجباتهم الفرقه بلا ما يشوفوها. مرحبا نعمس. عويشه عويشه نوض بنيتي تحزمي مزيان وشطحي مزيان، راه الليله هي ليلتنا. ليلي حشمنا الحاجه اللي حشمنا. مول شي عجبناه في التصاور خليناه بالعقل. يوم اللي عجبناه في التصاور ما كنقولكم كتقفوا خايفين. اسمعوه سمعوا سمعوا، الا بغيتوا تخدموا اليوم او بعده خصنا نخدموا مزيان باش نعجبوا الكليه ونطيحوا الغرامه مزيان. لا
قول له وعلى ابو الخير اللي يطمو فيها. وراهم بداو التصوير. وعيشه فرحانه. هي فرحانه وراها طاير بالفرحه. الله سي بوزيد قضيه شتا طولات والدريه قاسحه. هذيك راه غير السقوى ما زلت زيد ترطاب. وانا كيبان لي القضيه عندك طلعت غاليه هذه المره. يا غالي وسكتي ولكن باقي راسي صحاح. تجي تجي الهرشي راه بزاف عليا. خلاص عليك حتى انت راه داري داكشي اللي كيعجبك الشيخات. واه شكون اللي راح بلا مسبه بلا مناسبه لي زافير. انا راه ما عندي ما ندير بهاد لي زافير. تونا ما عندي ما نقول الله يعطيكم الصحه. بارك الله فيك يا سيدي. اعطيهم الوجبات ديالهم الله يعطيك الخير. العفو. لا لا العفو. روى عندي لك واحد الملاحظه كتتعلق بالفرقه ديالك. شنو هي هاد الملاحظه؟ خصها تحسن شويه. كيفاش تحسن؟ زعما تشوف لك شي ربعه جديده تلعبي معاهم. اييه ياك السي المهدي ايوا شتي هاد الفرقه هادي خيرهم عليا كبير وفضلهم كتير ويل ما قبلتيهمش هنا حتى انا خويا ما عندك ما دير بيا. المهم ما تبقاي على خاطرك وجدوا راسكم غدا لواحد الحفله خاصه. الرويبه. نعم. تما دخلك الشك في هذاك المهدي اللي غوت على عائشه وقال لها حكي عليا البيرو. وظهر لي باغي بزنس بيها. اجي واش انت ما عيطتيش بهاد الزنقة؟ هاديك راه ماشي الزنقة، هاديك مولاي راه سميتها الخدمة. الخدمة؟ واش كاينة شي خدمة بالليل؟ شفتك من نهار تزوجتي بيه ما عمرك ما تحل لك الفم. إوا لا لا اليوم تحل، أنا راه عييت ما نصبر. مرحبا. السلامة. الله يسلمك. ايوا كنت كنفصو مع السفر كي جاتكم الطريق مع الجبال ولا البيست. لا لا ما كاين مشكل اسيدي ما كاين مشكل. انا راه بالعاني بغيتكم تجيو هنايا باش تولفوا هاد البلاصه. يلا تفضل. بارك الله فيك. لا لا تفضل انت الاول. مرحبا. مرحبا. يا وعلى فلوس يا
لا 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 ما عندي ميدسان، كنتي دبلوماسية واحدة. الله وزيدون، كل ما كنت مرتبطة ولا نقولوا مورطة ومربوطة، ما حيلتي للراجل ما حيلتي للولد. كون يا بابا هذيك الصفقة نسافر على ودها حتى لكولومبيا. لا 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 وعلاش لا؟ انتي خليك حدايا هنا، كتعرفي بلي انتي هي الدي اليمنى. ياك هذاك الشيء علاش كتفتيني بهذاك الزواج المعوج؟ إلا فاق راجلك من الناس قول لي يدوز لعندي نقي لي ودني. عمر احسب لي واش ناس؟ واش واحد بحال يجي ناس؟ ولدي جاتو السخان وديتو للطبيب وتبعد ولا شويه لاباس. ما يكون بس ما يكون بس، تهلا في مرتك وولدك. صباح الله خير سي الحاج. ولا لا عيشه، هذا الراجل راه خدام تيشد علينا الفلوس كي الشتا، وقال لك انا لا بغا يشري لك دار ويكتبها لك في سبيتك، وزايد ناخر بغا يدير لينا الطحنه سيديه في السوق. واش عرفتي هذا الشيء كله علاش؟ راه على قفك انت يا عويشه. ايوا الحاجه، انا هادشي اللي مبرزتني ومحيرني. انا خايفه اختي ليكون هادشي اولو حلاوه واخرو ندامه. لا واه لا واه عيشه، الراجل تبارك الله لاباس عليها بنيتي، وزيدني لنا وين معقول مرحبا به تقدم لعندنا. واش حماقيت عمر؟ خلي عينو الولد ما عنده والو، ديك الساعه تعطيه الدواء في الفرماسيين ديال الدواء وغادي يولي لاباس. ولا خرج لك العقل بالحق؟ الخطا ماشي ديالك، الخطا ديال بابا اللي داير فيك راسو وورثني حتى انا معاه. يعني حساب لينا غادي يتبدل؟ نتوما اللي خاصكم تبدلوا ماشي انا. شفتك نسيتي راسك شنو كتسوى؟ واش تكون وعلاش بابا اختارك ليا والسبب اللي خلاه يزوجك بيا؟ شافني معقول ما كنكذب ما كنسرق. ما كتدخل فضول، ما عندك فاش تدخل راسك، يعني شوف واسكت. ماشي على قلة الرجال اسيدهم الغزال. حتى انا لا الغزالة من اليوم ما بقيتش كابل ولا راضي على هاد الحالة. واخا مولاي، وحتى دابا جمع حويجاتك اللي صدقنا عليك النهار الاول وسير حتى توصلك براتك. واش كضحك عليا الحاجة ولا شنو؟ واش انا اللي بحالي شي حد نوه المعقول؟ انا عارفه علاش باغيني، وانت الحاجه زعما ما عارفاش علاش باغيني. علاه مالكي مباركه ومسعوده وسيد الرجال اللي يديرك في قاع دارو؟ ايوا لالا، الحاج بوزيد عنده 4 ديال العيالات. وعلى هنا فين غادي يزيدني؟ انا الحاجه شحال هادي نسيت الجواج وضربت عليه، انا كرهت الرجال. عليك الحبيبة الحاجة شنو بغيتي؟ قولي لي يا بنيتي لاله عيشة، قولي لي غير شكون هذا اللي قال لك باللي الحاج بوزيد عنده 4 العيالات؟ الرويبعة كان مجمع مع الشيفور وقالها لي. الحاجة ما تبقاش تبدي لي هذا الموضوع ديال الجواج، الله يرحم لك الوالدين. انا وليت كنكره الرجال، وليت كنكرههم، واش غتحمقوني؟ لا 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 آه
شويبة. اش قلت يا شويخ؟ خونا في الله دوخاتو الدرية ما خلت لي عقل. شي داك خاينة اللي في الهضره ديالو واللي في السماء عدو فيها النص. مالك الرويبة؟ انت مالك انا؟ شتا شويخ؟ ايه والله كما كانت ديك الكفرة ديال مراتي رابحة ايه الا خليتها ليه. خليني ساكت خليني ساكت. مالك الرويبة؟ شويخ اش كاين؟ شتي نهار تزوجنا؟ ايه كنا سكرانين. ايه كنا كومة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك دار الحاجة تيكا هذه. ايه هذه اش بيتها؟ الله يخليك بغيت واحد العرس. عرس؟ وفين كاين هذا العرس بالسلامة؟ هنا في الدريبة. لا التيكا والربعة ديالها تخدم هنا في الدرب. ولا دابا حسيتوا براسكم وصلتوا زعما؟ لا حول ولا قوة بالله. اصاحبي كتجيكم الخدمة طالبة بداركم وكتجريو عليها. اسير هو دبر على شي رقيجي اخر من غير هادو. الخدمة. هانتا رد بالك. الولد عطيه السيرو قبل ما ينعس. رانا معروضة مع الوالد لشي حفلة في الفيرما ديال السي بوزيد. ولكن هاد الليلة ما غاديش نبات انا في الدار. من الأحسن يبات مع الخدامة. ولي دوزي معاك عند أمك الحاجة. دي هو أنت. دي هو أنا. وعلاش لا؟ كيعجبك الليلة عيشة؟ كيعجبني بزاف. في صغري كان كيعجبني نحس بالنجوم. ودابا وليت كنخاف من الظلمة بزاف. أنا بعدا مبقيت كنحمل حتى شي حاجة في هاد الدنيا. حتى حاجة مبقات كتعجبني. وليت كتعجبني غير انتي. مالك سكتي ما تقتيش بيا؟ كلام الرجال كله بحال بحال. شوف يا بنت الناس أنا باقي معاك المعقول. وهذوك اللي عندك في الدار ياك الشرع عطاك غير ربعة. خلاص هذوك للدار والولاد. ها شنو قلتي؟ هذوك للدار والولاد. وانا انا بنت لك ديال الزنقة. حاجة انت ما ديال الزنقة. شتي هادشي اللي شفتي كله مازال ما شفتي والو. سمع سمع سي بوزيد. عندك عندك اسحاب لك راسك. راك غادي تشريني بفلوسك. حاجة واش تشريني بفلوسك؟ شفتي انا واخا شيخة راني شريفة. واسع مال ودي بالله. ايه سبحان اللي بيت هفشان ويصبح هفشان. وعجب الحطمو بلو قصارة. ايه نمرد فين على حمارة. وابي جيخ قال لك خدها من الشبع الى جاع وما تاخدهاش من الجاع الى شبع. عندك الصحة عمارة. هلا زيد هلا زيد 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 زيد. ورانوري وتوني سيدي عمر العسولي. ورانود مع الهلال وتزوري مولا رحال. ورا الزيارة بالنية ورا الحاجة مقضية. والعرب يا عمر وناوية لك السفر. تم طب الحرر تشافينا مكل ضرر. والعرب يا وحمد واللي زاروا ما ينكد. وحادي العطاوية يا سيدي عزيز عليا. والعرب يا رحال ورمز وقلبي بان خبروا تان السودان. والعرب بن عبد الكرم خبروا تان السودان ومزوق قلبي بان.
انا اللي كنت سبب في هذا الشيء كله. ولكن بركه عيشه بنيتي، رحنا كنا فاهمين وعارفين وعارفه علاش نايض هذا الشيء مجموع. مالكي كوعي قبلتي باقي غتبقاي احسن منه. ايوا خليها تقتلوح حتى تطيح في شي مسخوط ولا شي مزلوط اللي تكرفص عليها بحالي انا وياك. بركه خليو عليكم البنت في التقار. البنت واخا صغيره تابته ومحصنه، داكشي باش عجباني من النهار الاول. ولاش قلتيها ببي شيخ؟ سيان تبارك الله. برد اسي كوزين. ما كاين ما برد، انت ما بغيتش تعرف شو كوزين. ودابا انا شنو مطلوب مني؟ ضرب على ديك المره برضا. زيان تبارك الله. ولكن الا جرينا عليه ولا غيدو الكليان. والله لا باقي ضربوا فيها الضربه وغتشوفوا بعينيك غتجيو بوسو ليا الصبر. عرفت اش غدير انت؟ سير عندي ربشحي سير. الرويبة لا ماشي اي دابا عاد كملت الباهية ملي ما بقيناش مقبولين في لوطيل وضربنا الخلع كتيشي لا بقى تابعنا داك كرش الحرام وبدي حرام لينا فرزقنا ياك فيكم نهار الاولى الجماعة فيكم راه مخلوين ويدو طويلة واشنو زعما رجعوا لي بناتنا القديمة هاد عرسات في الدواور المواسم ونحيو الذكريات اه ونبداو اسيدي الفراجة في الدروبة ورا العشاء وراك مقدم للترفاع اليوم عبيدة الرمى طالبين ضيف الله وطالبين تسليم وتوما يا رجال تساوت اللي وكلنا واللي شربنا واللي نعسنا واللي صبتنا واللي كسانا واللي فطرنا الله يعطيه رزق قول امين الرويبعة وانتم قولوا امين اجمع واجمع شو جيبه ودا الشيخ اياه دخلنا عليك بالله يا الحاج لا تزيد علينا راه اللي فينا يكفينا وانا انا مالي انا لا تايكه ولا الفايكه ولا معطيه في بيتك مالي الحاج ارخف عنا حتى ندبروا هاد شويه ديال الفلوس وراه ما غادي يكون غير الخير خوك راه معقول قد الفعل قد القول قد الفعل قد القول تر ودلع مع القول الحاج اخويا الحاج انا اخو الحاج غنعطيك كلمة واحدة ايه فلوسك غادي يوصلهم لك عمارة حتى للدار اجيب يوضار عليك تي معقول عندك طريق مقودة ماشي بحال مشية الحنش وعلى قبل كلالة انا غادي نزيدهم ليلة تيك واش الطفلة بنتك ايه بنيتي الله يحفظها ليا والله يصلح الله يصلح السلام عليكم شحال قدهم ردوا مراكيتكم بالرخام هو اللي غنبعث عرفتي اش غدير عينك عليهم يلا سير خدمتك علينا نخمو ونفكروا ونعرفوا اش نديروا شهرين هذه وحنا جالسين بلا خدمه مشومرين شو اختي
دابا والله واخا تبوس ليه كاع رجليه لا باقي شاف فينا. يا ويلي راه بنادم ما كيحمدش الله، تيكون خدام وردام والرزق كله داخل عليه، هكاك كيجي للقنت وتيقعد وتيدخل عليه الدل. ايوا انا بعدا قالت الرويجه اللي خرج يقلب على راسو. ايوا انا اللي سعدات بداك الراجل ديالك. ام انا كيتي هذيك 50 غرام خاصني انا نشمر على درعاني ونخرج نخدم عليه. يا ديري علاش تولي ويا طيقه في الرجل؟ عديري علاش تولي ويا طيقه في الرجل؟ عديري علاش تولي ويا طيقه في الرجل؟ عديري علاش تولي ويا طيقه في الرجل؟ هي 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 مش طراجي. الله يرحمنا هادشي ما فيه شك، الضبابة باس على عينينا. وانت ما بغيتيش تبعني فري اش فيك وزوج نفسي هاشم؟ واش تضربك الخلا؟ واش ولاو تصاورنا والبوصيرات ديالنا معمرين السواق عاد حنا نرجعوا للغيطه؟ وين هما الغيطه ولا الزلطه؟ وزيد ما تكون شافنا. اي لا نديرو ماسكات اسيدي ديال الكرنفال ونديو اسيدي الهديه باش تبقى على خاطرك نديو البرازيل. وزوينه هادي نجيبو مايكل جاكسون يضرب القص ويشطح فوق الكارلو. واش تاع عباد الله؟ واش تاع هالعار ما فرقني؟ هالعار ما فرقني؟ الله يهديك عمارة، أنا راه ما بغيتها شي يطيح من قيمتها. إيوا ولكن راه الموسوس العظم. حتى أنا ما بغيتهاش تمشي، ولكن ما بقيتش فيا غير أنتيا. الله يهديك يا عمارة، أنا تحد لي جهدي، ما بقى عندي لا ري ولا شوار. وقلت شي يا عمارة طيحت لي قيمتي. كاع الفنانة دارو النقابات وحنا حاسبين فرقي شعبية القويجية، لا ضمان اجتماعي ولا تغطية صحية. عرفت اش كتقول؟ وييه على شكون مازال غادي يقبل عليكم ولا حتى يتسوق لكم؟ شوف السي بشايب راني عندو ما يقول كيدخل للسوق بوجه احمر. بوجه احمر. وياك وياكم وياكم تغرق وتحب لكم جات بالفن. يا دابا سي بشعيب هاد الناس هادو اللي كيعرضوا علينا والكليان اللي كيعطيونا الثمن هادشي على قبل سواد عيوننا. سواد عيونكم وسواد عيونها. وي 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 شعيب هادشي ما بقاش فن ولا عفن هادشي شغلكم هذاك. انا العمس دخل هذا المول الدم العمس يمكن غتبيع لي شي حاجه واخا العمس الثمن ديال الذهب هاد الايامات طايح شويه. هي كيقولوا الذهب كينفع وقت الحزه باش ينفعني انا دابا هاد الذهب الا شريته بالثمن ونبيعه بالخساره. اجي بعدا واش ماشي انت هي الفنانه عائشه؟ هي هادي. ولكن كتقولي وانت مقلقه؟ بالعكس اخويا الفن كيشرف غير هو ملي كتبغي تكون فنان وبشرفك كيسدو في وجهك جميع البيبان. غاد نعطيك العنوان ديال واحد السيد صاحبي اسميتو الرازي عاد دخل من برا ودار واحد الشركه ديال الانتاج الفني. بارك الله فيك الله يكثر خيرك. ايوا اش درتي؟ صافي مول البحر جا عليهم من الدار غادي نبداو من الزيرو. مزيان مزيان باش يتزيرو ويعطيو. ويلي 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 كون طاحت ديك الدريه بين يديا كون وصلت ليها الدماغ ودرتها خاتم بين صباعي. ايوا راك كتعرف بوزيد ما كاين غير ارا وزيد. يلاه زيد هاك شويه الهواء.
الو هزيت الطاكسي ودخلت لشركة الرازي. إذا مشات عند صاحبنا الرازي. لا بروميير ايطاج. واخا اختي شكرا تفضل. غادي نحيد من هذيك النفخة حيت أنا عزيزة عليا المرأة اللي كتعفر عليا ونبقى تابعها حتى تطيح لي يدي. قال لي أنا مالو ديال الرازي. اسمحي لي سوقي أنا سامي كاشي تغنى مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي شكرا. راه حنا اللي فرطنا واللي فرطنا راه كيكرط وهذوك راه روفيكس وعدوهم لي شد معاهم الكونترير. ما تخافوش الله كبير وما يكون الخير. قول لي اخويا بشعير كاين شي هميزه اخويا شتي الا جات شي 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 وجيبه هاد الخطره عمرنا ما نفرطوا فيها. شوف حقك هو الكبير حق مولانا اخويا حق مولانا اللي حقك هو الكبير. عود ونص على حسابي كاينه وجيبه بالحق هاد الخطره العماره. لاش عماره ويلي لاش عماره لاش هو عماره فنان ما يكرف ميزان جربناه في الغنى لقيناه عسري ولكن شيفور وعنده البيرمي كبير. غادي نهرج ليها الجناحين ودوك اللي معنيه بهم غادي نسلتهم من حداها واحد واحد تتبقى غير بوحديها. من هاد الناحيه ضربة على حسابي الله يجعل البركه في وشعيب. السلام عليكم. اهلا العماره. تفضل تفضل اخويا زيد تفضل. اش كان ولد ابو جيخ كان شي ما نقضيو عماره هذا سر ما خصش العيالات يسيقوا ليه الخبر ويبقى في بير. واش نواز السر بلا مقدمات؟ دبرنا لك على واحد الخدمه معتبره ومزيانه. واش هي هذه الخدمه بالسلامه؟ شيفور. شيفور عند من هاد الشيفور ولد ابو جيخ؟ عند بوزيت. سامارا ها السيرو ديال الكاميون ونبغيك ديرو في عينك. حنا راه ولاد حديده سامارا خوك راه معقول قد الفعل قد القول. تبارك الله عليك الله يوفقك. تبارك الله عليك ولي العيالات صبنتو شي تقاشر. ايوا عماره دبر على خدمه وانتوما اش تلاكم ابو عميرات ديالنا جاي نشيرو بربطه الاقامه وحنا وزيدون اش زيدون وزدنا بهاد الحافه المضره. الا كان شي حد مضر راه هو انتوما ولكن المشكل ماشي فيكم المشكل في الزمان اللي لحنا عليكم حيت انا اختي بعد النظر. ما اش غادي يديروا لكم ابوي حنا قاعدين في القهوه جابوا شعيب قال لي سي بوزيد حقا ما حقا راه بغاو يخدم شيفور عند واحد اسمه سي الحسين. انت قول لي سميتو انا سي الحسين. سي الحسين او مير ايوا دابا هو خدم وانتم انا والرويبعه غادي خدمنا واحد الخدمه معتبره واخا ما عندناش البين مي ايوا فاش غادي يخدمكم حمام ديال العيالات الله اعلم. شويخ كي داروا تسق الخبار كي داروا تسق الخبار اين وعيالتنا تليفون يا الحاجة. انا حاجة واحدة اللي مشوشاني هي هاد الخدمة ديال العمارة. الله يهديك بنيتي يا عيشة ما كنتمش داك الطرخة دابا يحلها علينا مولانا. حاشا حاشا يا الحاجة واش مولانا يخيبنا وحنا نيتنا مزيانة. شتي انت يا عيشة بنيتي راني من نهار شدك طحتي ليا بحال شي نقطة ديال العسل في قلبي راه الله شاهد عليا. الله يا ربي الله شوفي خودي راحتك وهني بالك وما تضربي حسب. ويا زعما هاد الكاميو ديما تيصيفطوك معاه واش هز في هاد الكاميو ودابا الى جاو صحاب الحال اش غادي نقول لهم هزين دلاح هذيك الساعه انا غادي نتكلم معاهم انت تهلا غير في حرف الميم. ما شفت ما سمعت ما شغلي ما بساليش. عندك الحق خدم الميم ترتاح زي عمر. Thank you.
لا حجه هاشي لويزات وكريكات قوتي ليا مع راسك تنعرف بلي عزيز عليك الفاكهه جاك خير يا عماره وعلاش شقيتي راسك علاش ولا بالضحك عليا ولا انا باقي عندي سنين الفاكهه اللي في النص لي قرض البصل اللي ما تندغات ليك دقيها قول لي فين هالعويش هي جايه مش هتغي تقدرينا شي حاجه للغدا لا اليوم الغدا على حسابي خوك سخي وتيصرف من خوي وعلاش شقيتي راسك علاش الله يا ودي الله انت يلاه بديتي الخدمه تلقى مازال كاع ما خلصوك لا في البلاصه حطيت لهم السلعه وخلصوني حبفك اش مسلعه حطيت لهم الو اندرا وصلت الامانه وصلت كيف العاده والشيفور اللي اخترته هاد المره ممتاز ما عندي ما نقول الله يعطيه الصحه مزيان ايوا داك راهي به ماتت تنصيفط معاه نسيبي عمر والشانتيون ديال حاجه جديده من بعد ان شاء الله غادي تشوفها ونتفقوا عليها ونبغيك يكونوا معاك الكليان باش يتفقوا عليه مزيان يكون خير ان شاء الله يكون خير واخا واخا هالعرى اختي التايكة هالعرى الحاجة انا ما فكري من هادي مالكاش كان داني صافي هزيت لي اطمر وتبعتي هي الهدية باغي تشوف فيا بالدرب اويلي ما حشمتي بالحق الوجهني حشم راه مقصدر قولا واش كاين بعدا غير فهموني الله علم الا مرادكم صيفطوا لي شي سبيطار انتي كتشوفي يا حبيبتي وانتي كتشوفي هز لي اطمر وتابع لي هدية باغي يشوف فيا الحومة كلها اويلي وانتوما جرت طبعت فدع من يدو باغي نبلاصيه بريكول ايوا عندو الحق اختي بريكول انت قاعده كتغوتي عندنا ياك لاباس كيفاش نغوت عليك كيفاش نغوت عليك بريكول قصرت فمي بالباري تعالى يا لبقات فيك غبلاتي غبلاتي واللي كيشطح ما كيضركش ناحيتو واش انت كاع ما لقيتي فاش تبريكولي انا الغياطه وليتي هاستبل ودالح من هاد الحومه لهاد الحومه من هاد الدرب لهاد الدرب يا سير تحشم دير كيف سيدك عماره واللي راجل لا تعيش شي مدلول تايكا اش كاين ايوا راك زدتي فيه ايوا اللي عايرتو انا راه راجلي ايه راجلها زماني ومولا داري وانت ايه هي عندها الحق الى عايرتو راه راجلها راك كثرتي فيه وبلا قياس ياك بنيتي اياه هكاك هي دابا تقدينا الحمد لله ولينا قد القب قد السطل ايوا ضربني يا خبزي ضربني يا زيتوني هادي ويو ياك بنيتي الويبحه تقدر الكتاب وليتي تعايريني وترد عليا الهضره ياك ايوا شنو عالعر انا ما تسمحي لينا حشمي وتحياي وانت قاعده كتخنزري فيها كيف ما كان الحال راه معلمتنا هادي معلمه الا كانت معلمه راه معلمه على راسها ماشي علينا حنايا وزيدون فيما كتنوض فيما كتنوض كتبقى تعايرنا حنا رجالاتنا بداك عماره ديالها راه خصك تعرفي يا تايكا كما كان سيدي الرويبعه وراجل اختي الشويخ والله داك عماره ديالك لا خدم كون راه جالس حداك تينش ايه عندها الحق كون ما رجعنا بجوج كون راه رويجلك شاد الرابوز وقعد كيصوت لك على العويفيه باش تزند وخصك تعرفي يا تايكا انا واختي راه محزمين بالرجال ونص اللي ما كيلحسوش الكابل داك بوزيد زيد قدامي زيد إلا سمحت يا سي عمر نمشي ندوز للدار نوصل لهم شي امانه لا ما يمكنش راه ما عندناش الوقت ولكن خوك فنان وعزيز عليه الحنان وهي توحشت مالين الدار ايوا لا اختنا وي اختك مالين الدار معاك كاين مشكل ولكن بشرط ما تعطلش يا سي عمر لا لا سي عمر حك فك شويخ خوك راه قتله ديال العصا من عند من؟ من عند رابحه وعلاش؟ على ماشي حصلتني مع الطبار الغياطه وانت تمشوه دير بحالي انا شو الزاهيه ما حاسها ما والو شكون؟ الزاهيه هاد خبارها شكون اللي قالها لها؟ ايه؟ شكون اللي قالها لها؟
التليفون. صحاب دعوت كلامي سيدي راه ما لقيتش حتى باش يلقيو سنانهم، وعلى حسب ما عاود لي الشويخ راه عيشه والتيكا ساقوا الخبر نعمس العمره خدام عندكم وكيتسنوا غير رجع ويجروا عليه. ها غزيان، هذاك الشيء اللي بغينا، يجروا على ذاك عمره ودوك جوج مسامر الميضة وعيالاتهم، وديك الساعه راك الفرح. كون هاني العمس الا كان غداك الجوج انا غنهنك منهم. برافو عليك. صافي الدريات حفظتو؟ ما نبقاوش نعاودو. راه حنا الصباح حنا كنتمرنوا. الله يجعل البركه. كيف توصلوا؟ ويه ما تفوصوش. وبركه. يلا. يلا. سير. أمي انتي المهمة ويا الحنينة فيا، راني تبلي شحال من بليام وبرضاتك دعي لقا ويا مهمتي شحال قرتي وكبرتي شحال عليا تعذبتي وشحال مليالي وسهرتي ويا مهمتي وامي انتي المهمة ويا الحنينة فيا اش كاين بيجير الرويبعة؟ نعم اليوم تنوض. نوض نوض نايضة نايضة نوضة حاجة هيك لاباس. واش باقي عندك لوجه صحيح باش يدخل عليا لداري وتاكل طعامي؟ وغير خلينا الحاجة نسمعوا ليه ونعرفوا شنو باغي يقول. ما باقي بنيتي عندك ما تسمعي، انا راه ما عندي ما عدا ليا من الغدر وهانتي كتسمعي. كملها وجملها، قال لك مشى خدام مع بوزيد. بوزيد إيه عندك الحق لا حاجة، في الحقيقة السي بوزيد داني خدمني عند واحد السيد وكنت بغيت نقولها لكم في الأول ولكن عرفتكم هي تقولوا لي لا. شوف أخويا عمارة، حنا كلنا كنغلطوا، حنا أخويا مسامحي لك دابا ما كاين مشكل، ولكن على شرط أنك تدي السوارت والورق ديال الكاميو للسيد اللي خدام عنده وتفرق عليه. ما نقدرش. سمعي يا بنيتي راه ما ساخيش عيب الراجل. حاجة صبر عليا غير شي يامات وغادي يمشي يردي سويرتاتو وريقاتو. ما ساخيش بيه ياك. معلوم ما يسخى بيش راه بوزيد هذاك. ياك اخويا، ياك اخويا عماره، تضرب هاد العشره كلها في الزيرو ياك. لا اختي هيشه، راه كاين واحد السر ما نقدرش نقول لكم. ايوا شنو هو هاد السر؟ سمحوا لي اجي لهنا. فين غادي؟ استناني السي عمر في الباب. شكون اخويا هاد السي عمر عاوتاني؟ عمر نسيب الحاج الحسن امير. راه ضربه جوج تولي تا ويا في الجورنال. واش تدخلوا عليا ولا عيط البوليس؟ قالك البوليس عيط على البوليس. عيط على البوليس. عيط على البوليس. والله على نفسي جبات التانيث. الله تنفضحوك بالله، والله تنفضحوكم. هذا كيسحب لكم داك الشيء دوك الباصات اللي كديروا، داك الديك سبري اللي كديروا. ودابا منين بغيتوا نقوروا لكم؟ راكم عارفين هما عندهم رسم. عيط لي في التليفون. وراه من الصباح وانا نعيط ليه، التليفون راه سادو. اها قال لك التليفون سادو. الرويبعة. نعم. فيرما. زيد اليوم نطرقوا المسمار. نطرقوه. ايوا قول لي السي عمرك لقيت مريض الدار. ما يخص غير السي عمر. شوف فراسك اليوم الضربة الكبيرة. كاع الباترونات مجموعين في الفيلا ديال سي بوزيد. غتكون معايا ولكن غتشوف
وتسكت. ونزيدك راه سي بوزيد هضر مع الحاج الحسين باش غادي يذوب لك الخلصه. انا ساكت وبيني وبينك راه محتفظ بالحرف ديال الميم، ما شفت ما سمعت ما شغلي ماشي سوقي، حرك الميم ترتاح. بارك الله عليك. مرحبا فيك استاذ عمر. عندي واحد المشكل في هذوك الروايط، نحس بشي ماشي هما هذوك. خليتها نمشيو للشركه، عرفت اش دير؟ وقف وقف نشوف طلع عليهم اللي كون شي مشكل. الو انا معكم، الجوقة اليوم غادي تكون في الفيلا ديال بوزيد، حاج بوزيد. واخا نعمات صافي نعمات معاكم. صحاب الحال اش درتو؟ وليت مع رايكم راه خرجتو عليه. بوزيد بوزيد ما خلينا عليه لا حاحا ولا ملاحق، وما جينا حنا فين نوصلوا الفير ما عدو تلقينا مطاوقوا. وخفنا عمارة يتصاب معاهم ويولي شاريها لينا، راح نضربنا بجرية عندكم. عمارة عمارة فينا هو؟ ما شفتوش ما شناش. الحق الحق هذاك كونوا لقطوه ايه، حيت عمارة يمكن يكون هو سببهم. انا كنعرفو مع سري وما يليق حتى الحاجه. فهمتي على رجلي، فهمتي على رجلي. مشاري يا عمارة سمعوا العيالات الله يرضي عليكم، سمعوا عرفتوا شيكم مليح اش غديروا؟ غادي تجمعوا القش ديالكم دابا ورحيلكم كلكم وتخرجوا من هاد المحل قبل ما يجيو يفتشونا. وعلاش غادي نخوي المحل؟ شنو درنا؟ الرفيسه ما تزقى في كرش الكلب. Yeah.
هاي